مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع الهجرة السرية لعدد كبير من المغاربة، لمتهم هذه القصة لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. نواحي الجديدة أو الجديدة بالضبط 57 شخص اللي مشاو في الهجرة السرية، طلقات 37، واحد في 37 توفى والبقية موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي وضعنا ديال زكريا اللي دوز أسبوع أسود في البحر، حسوا به المغاربة الوضع النفسي ديالو ليس على ما يرام. في خضم الموضوع ربطت الاتصال بشكل مباشر بالدكتور محمد الكحلاوي، طبيب نفساني اللي لم يتوانى ولو لحظة أنه يساعد زكريا وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في التصوير الأولي كان عنده اللقاء مع زكريا، غادي نشوفوا معاه كيفاش شخص الوضع ديالو. دكتور، كنشكرك على هاد سعه الصدر ديالك والمساعده فيما هو اجتماعي. شتي القصه زكريا وانت متتبع في مغارب نيوز، حسيتي بهذاك الوليد؟ كان عندك واحد ساعه وانت معاه، كيفاش شفتي الوضع ديال زكريا؟ شكرا، شكرا للمغاربه نيوز على المجهودات اللي كتقوموا بها من اجل الدعم، لانه بلا بكم نتوما ما كانت غتوصلنا المعلومه، وحنا كلنا ابوابنا مفتوحه ديما باش نعاونوا الناس. داك الشيء اللي كنقدوا نعاونوا به المغاربه ديالنا، ما غنتردوش ولو لحظه واحده ولو ثانيه واحده انه نعاونوا شباب هذا الوطن العزيز. بالنسبه لزكريا، الحاله النفسيه اللي كيدوز منها واحد الحاله ماشي سهله، واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، اللي خاصها الدعم النفسي، اللي خاصها الدعم ديال الاصدقاء، اللي خاصها الدعم ديال العائله، اللي خاصها الدعم ديال المجتمع، لا جمعيات لا ناس حقوقيين، خاص كل شيء الجهود كلها الضافر باش نعاونوا زكريا. وزكريا ماشي بوحدي، تركنين زكريا وحدين اخرين اللي ربما دوك 36 ولا 37 ديال الناجين ربما كلهم كيعانيوا وكيعانيوا في صمت، ربما كل واحد وطريقة المعاناة ديالو. وإلا نتكلموا على زكريا ونتكلموا حتى على العائلات ديال المفقودين، لأنه حتى هما كيعانيوا، ربما حتى هما ما عارفينش الأبناء ديالهم واش مازال على قيد الحياة، واش توفاو، واش مازال حيين، واش مازال كاين أمل أنه يعودوا يشوفوهم من بعد. دونك هذا الشيء كامل غنقدروا نسميو الاضطرابات ولا المعاناة اللي كاينة هي عندها علاقة بالصدمة، لانه ماشي ساهل داك الشيء اللي تشاف، ماشي ساهل داك الشيء اللي تعاش، انه كتشوف ناس اللي كيتوفاو قدامك، ناس اللي كيبداو يدخلوا ويخرجوا في الهضره قدامك، ناس اللي ربما حاولوا انتحار او لا حاولوا ينهيوا الحياه ديالهم قدامك. هادشي كامل كيبقى يتجمع وكيقدر الانسان يدخل في واحد ما نسميه باضطراب ما بعد الكربه، او لا اضطراب ما بعد الصدمه، او لا ما يصطلع عليه بالبي تي اس دي. هذا هو الدور ديال، درنا واحد التقييم ديال الحاله ديال زكريا، واحد التقييم كامل، واحد التقييم اللي هو شامل. حاولنا نوقفوا على الخطوط العريضه، حاولنا نعاونوه بالدعم النفسي وبالعلاج الدوائي، لانه كيمر من واحد المرحله اللي صعيبه، اللي فيها ارق، اللي فيها كوابيس بالليل، اللي فيها خلعه، اللي فيها توتر، اللي فيها حزن، اللي فيها رغبه في الاشياء ما كايناش، اللي فيها انه القانا ما بقاتش، انه المورال ما كانش، انه الانسان باش الخاطر باش يتكلم مع الناس ما بقاش، انه باش ينوض يخرج ما بقاش، حتى كيوصل الانسان اللي ما كتبقاش عنده الرغبه في الاشياء. ربما هادو من الاعراض، الرغبه في الاشياء والحزن هادو من الاعراض ديال الاكتئاب. كيتزاد علينا قلق، كيتزاد توتر، ما كتبقاش الشهيه ماشي هي هذيك، كيوليو يجيونا كوابيس، وكيوليو يجيونا حتى واحد الافكار اللي نقدروا نسميهم واحد الافكار اقتحاميه، واحد الافكار اللي حنا ما كنبغوش نتفكروهم، وهما كيجيونا بوحديتهم، واحد الافكار داخله اللي عندهم علاقه بالصدمه، عندهم علاقه بداك الشيء اللي شفت انا في الصدمه، كيبداو يرجعوا ليا بلا انا ما كنفكر فيهم، كيولي قلبي مقبوط عليا، كيوليو يدي يترعدوا عليا، كيوليو مثلا عندي واحد ما يصلح عليه بالقولون العصبي، كيولي عندي يا اسهال يا قبض، كيولي عندي فحال واحد الكره واقفه ليا هنايا او لا واقفه ليا في الحلق ديالي، كيولي عندي الرغبه في الاشياء وداك الطعم ديال الحياه ما كيبقاش.
لان علاش؟ لان شفت ناس اللي للاسف ماتوا قدامي، ناس اللي للاسف في شباب ولا شبان وفي عز الشباب ديالهم نهاوا الحياه ديالهم. واحد الوقيته ربما كيولي الانسان كيطرح واحد السؤال ما بينه وبين راسه، هاد الدنيا اصلا ما ساويه والو، علاش دوك الناس ماتوا وانا مازال حي؟ ربما واحد كاينين شي ناس اللي الى ما تمش العلاج، الى ما تمش الدعم النفسي، الى ما كانتش المواكبه النفسيه يا بالعلاج الكيميائي ولا العلاج الدوائي او لا بالدعم النفسي، ربما كاينين شي ناس اللي كيوليو كتجيهم افكار انتحاريه او لا افكار انهيو الحياه ديالهم. وبالمناسبه كندويو على الافكار ديال الانتحار، حنا في شهر شتنبير وهو الشهر العالمي للوقايه والتوعيه من الانتحار. واليوم على فكرة اليوم 10 في الشهر هو اليوم العالمي للوقاية من الانتحار. ما كناش موجدين هذا البرنامج، ما كناش موجدين هذا اللقاء، ولكن شاءت الظروف وشاءت الأقدار أن اليوم 10 في الشهر واليوم هو اليوم العالمي للانتحار. ورسالة عبر منبر مغاربة نيوز، ماشي الواحد كيجي وينتحر. الانتحار ما عندوش علاقة بقلة الإيمان، ما عندوش علاقة بضعف الشخصية، ما عندوش علاقة بالفشوش. الانتحار كيوصل ليه الانسان ملي كيوصل لواحد الفتره اللي ما كتبقاش بين ليه رغبه في الاشياء، اللي كتوصل لواحد الانسان اللي درجه التحمل ديالو كتنقص، كتوصل لواحد الدرجه اللي مجموعه من المواد الهرمونيه في الدماغ ديالو ما كتبقاش خدامه مزيان. دونك هذه رساله للناس اللي كيعانيوا في الصمت، والناس اللي عانوا في هذه الصدمه كلهم لا هما لا العائلات ديالهم خاصهم واحد الدعم نفسي وواحد المواكبه نفسيه باش هاد الامور ولا باش هاد الاضطرابات تدوز بردا وسلاما وما تزيدش تطور لنا الاكثر لشي امور اللي ماشي هما هادوك من قبيل انه الانسان ينتحر او لا من قبيل انه الانسان يقدر يولي يتعاطى شي سلوكيات المخ، لانه يتناول لنا شي مواد مخدره اللي ربما تزيد الطين بله، لانه للاسف بزاف ديال الناس في بلاصه ما يمشي عند معالج نفسي ولا عند طبيب نفسي باش يعاونو باش يدعمو، كاينين الناس اللي كيلتجؤوا للحشيش، كاينين اللي كاين الناس اللي كيلتجؤوا للكحول، كاينين الناس اللي كيلتجؤوا للحبوب المهلوسه، وهادو غير كيتخباو من مورا هاد المخدرات. كانوا عندهم معاناه نفسيه وكيزيدوا المخدرات حتى هما، وكيجيونا في واحد المرحله اللي كتكون متقدمه جدا، وربما العلاج كيصعب من بعد. دكتور، السؤال الاخير اللي عندي معاك، انت شخصتيها بشقين بصفة عامة، وفي نفس الوقت حددتي مجموعة من الأمور اللي كتعلق بالتشخيص الطبي كيفاش كتشوفو من الزاوية ديال التطبيب. المراحل إن شاء الله بديتي الآن المراحل المتبعة مع زكريا، عطيتي واحد مجموعة من الأدوية، عطيتي مجموعة من الخطوات اللي يبني عليها، إذا كان ممكن توضح للرأي العام كيفاش غادي يتبع الوضع زكريا باش يولي إنسان عادي ويكون هذا الكابوس يعني يسالي ويتنسى. غير بالنسبه لزكريا اللي خاص او اللي خاص كاع الناس اللي عاشوا هذا المشكل، هذا اول حاجه كيف ما قلت خاصنا دعم نفسي، دعم معنوي، دعم من طرف العائله، وناخذوا ادويه ما فيها باس، لانه الادويه راه ماشي شي ادويه اللي غنوليو مدمنين عليها، ماشي شي ادويه اللي غنولفوهم، واحد الادويه اللي كيف ما كنقولوا باللغه الدارجه غتوقفنا، واحد الادويه اللي غتطلع المناعه النفسيه ديالنا باش نلقاو داك التوازن النفسي ديالنا، لانه لا يعقل انه انسان اللي ما نعش 3 ايام و4 ايام و24 ساعه على 24 ما ناعش، راه واحد الوقيته راه الدماغ ما كيبقاش خدام مزيان، والنعاس ولا النوم هو العمود الفقري ديال الصحه النفسيه، هو السلسول ديال الصحه النفسيه. الا كنا كنعسوا مزيان راه غنكونوا مزيان، ما كناش كنعسوا راه هذيك هي البوابه ديال المشاكل النفسيه. دونك كاين الادويه، كاين الدعم النفسي، ومساله واحده كاين شي امور اللي هنايا غنشير ليها، هما لابد من الاكيد ان زكريا والعائلات الاخرين كيتلقاو مجموعه من الزيارات، وللاسف هنايا الله يجزيكم بخير الناس ملي كنكون عندنا شي صدمات او ملي كيكون عندنا شي مشاكل ماشي خاصنا ديما نبقاو نحكيو، لانه حتى ملي كيجي داك الزائر كنوليو في ديك سياسه اللوم، وعلاش مشيتي وما كانش عليك خاصك تمشي، والمغرب احسن بلد في العالم وما كاينش شي بلاد بحال المغرب، ولو انه دوك الفلوس اللي كانوا عندك لو انك شديتيهم واستغليتيهم فربما كان احسن، وانت هي اللي حطيتي يدك في العافيه وانت هي اللي قولبوك. هذا الخطاب ديال اللوم ما عندنا ما نديرو به، هذا الخطاب ديال علاش مشيتي ما عندنا ما نديرو به، حنا بغينا سياسه كيفاش نقدو نديرو باش نعاونو. الا كان الله يجزيكم بخير كيفاش نقدو نعاونو هاد الشباب
لانهم خوتنا وحبابنا وولاد البلاد ديالنا، نعاونوهم. الا كنا غنبقاو في الخطاب ديال اللوم ما عندنا ما نديرو بهم. وحتى دوك الزائرين اللي كيجيو وعاود ليا وحكي ليا وحكي ليا التفاصيل، ما عندنا ما نديرو بالحكي، لانه ملي كنبقاو نعاودو التفاصيل وكنبقاو نحكيو التفاصيل ما كنديرو الا كنقلبوا المواجيع وكنجبدوا المواجيع وكنزيدوا الطين بله وكنزيدوا الحاله النفسيه ديالنا كنظهروها اكثر واكثر. دكتور شكرا لك والله العظيم، الحوار كان شامل في الموضوع. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا دكتور محمد الكحلاوي كان صريح في الموضوع، تكلم فيه بصفة عامة، وكذلك التشخيص الطبي ديال الوضع ديال زكريا اللي هو على تتبع معاه في كل ما يتعلق بالتطبيب في الشق النفسي. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع في خضم الموضوع. كذلك دكتور الكحلاوي غادي نوضعوا رقم الهاتف ديالو للتواصل معاه بطبيعة الحال، لأنه ملم بكل ما يتعلق بما هو نفسي. غادي تشوفوا معايا الحوار مع زكريا من مورا ملي شاف الطبيب، تبعوا معايا.